لا استنى لما يقعد داون عدل. قول له عدل، قول له داون عدل. بص في الداون ما ترجعش ايدك لورا عشان يبدا يهوى، وعشان دي اشاره الهواوة يعني، خليها لتحت مش لورا. طبعا هو اسد دلوقتي بيتعلم ان هو يعمل ستاي، ولما حد يجي يشتته ما يجريش ويروح وكده. تمام اوكي. طب ايه الهدف من كده؟ الهدف من كده ان هو في ناس في الشارع ممكن تعمل اصوات معينه. خد افصله، افصله بس بالراحه، افصله في حته ثانيه كده، افصله افصله شمال او يمين ثانيه كده بس. اديله بقى ارتر. تمام. الكلاب ساعات دماغها بتهنج للحظه. بس فنرجع تاني. لا خليه يعمل الصوت ويعمل، ولو راح له يرجع وهكذا عادي خالص. تمام. فاحنا بنعمل له تشتيت، في واحد صاحبه موجود بيعمل له اصوات، بيحاول الصوت اللي هي بتسمى مزاوله يعني، اللي احنا الشارع المصري مشهور بيه. تمام اوكي. وهكذا. بص لازم تستنى لما ينزل داون مظبوط ويريح وتدي الستيك، عشان الداون اللي في النص دي ساعات الكلب بيفترض انه يقوم عادي. اتحرك براحتك شويه، نعمل له الصوت يلا واجري قدامه. جدع 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 جدع. ممكن حاجه زي دي تكافئه؟ معلش اصل دي جري انت فاهم، وكان هيقوى وفاهم وكده. وبعدين انت اكيد استفزته قبل كده صح؟ اه بس خلاص بس كده. يبقى في دي انا عارف ان انا قلت لك ما تكافئوش غير في الاخر، بس حركه زي دي وهو اصلا يعني استفزه كتير قبل كده، حاجه كويسه ان هو رجع لك. كافئ يلا يعني ادي يلا. طبعا احنا الاصل في الاستي، هي دي نقطه انتوا ما شفتهاش في الفيديو، ان هو لو قام قبل ما يعمل الاستي كامله وقبل ما صاحبه يقومه ما بيتكافئش. ولكن المره دي هو صاحبه ده اصلا يعني بيقعد يهزر معاه كتير وبيقعد. رجعه تاني. روح بقى، روح ورا الملعب الخشب يعني، روح عند الملعب الخشب كده وتعالى. تمام. طبعا هو بيعمل له اصوات. تمام اوكي. الاصوات المشهور بيها الشارع المصري. اديله داون الاول، داون الاول. معلش رجعه مكانه تاني عادي خالص عادي. لا مكانه بص الفكره في الاستي، هو الكلب لو عرف ان انا في ايدي ان انا افك واجي هنا واعمل داون واخد بتاع، هيضحك عليك بعد كده. لازم يرجع نفس النقطه تاني. ما تكافئوش، رجع نفس النقطه تاني، قول له تعالى. خلي بالك ده اللي بيخلي الاستي بعد كده قويه، ان الكلب عارف ان انا لو فكيت في اي باي شكل من الاشكال غير ان صاحبي اللي يقومني مش هتكفي. داون. ما ترجعش ايدك لورا بالظبط. ستي. ستي. هاي. هاي. بدأ يطنش خالص ودي حاجة كويسة. ممكن بقى تعمل ايه؟ تديله بقى عشان ما يبقاش الموضوع روتيني، تديله شويه تدريبات سيت داون ميدل كده وهو برده بيزاوله والكلام ده كله. ده بيخلي الكلب يركز معاك اكتر ويطنش ويطنش ال يعني انت عارف السخافات بتاعت الشارع المصري. تمام. نديل يلا. سيت هير. ادي هير، ادي هير، ادي هير. هير. سيت داون. معلش واحدة واحدة. اديله ميدل. تمام. هيلخبط معاك شوية مش مشكلة. لفه تاني، اعدله تاني. بالظبط. بس هو كده رجع. هايل هايل، حلوة. اديله ميدل. بسرعة بسرعة. اديله ميدل. داون. اديله بارك. بارك. ست. بارك. امشي بيه ووك.
لف بيه زي ما قلت لك، لازم رجلك ايوه تدي ايوه بالظبط. كمل ووك، كمل ووك، ماشي حلو حلو كفو. المره الجايه وانت بتلف بيه، هي معموله عشان تلف بيه وتكمل مشي، فهمت قصدي؟ الحركه دي اصلا معموله عشان كده. فانت هتدي له واحده تاني افصله، ولا لازم كل مره طالما كافئت لازم تفصله، عارف زرار الريست ده اللي انت بتعيد بيه الحاجه من الاول وجديد، لازم تفصله عشان يبقى متعود ان انا المكافاه الواحده ممكن بعمل بيها حركه او 10 او 20 او 30 تمام، ولما اتكافئ خلاص. فدي دي بنستخدمها في ان احنا بعد كده نمط مهاره الكلب ونطول من عدد الحركات اللي بيعملها. تمام، افصله خالص، طلعه ارمي له وحده اكل او طلعه او 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 قوم من فوقيه، يعني يعني تقوم من فوقيه على طول. دي له واحده كمان ماشي، وهو بيدربه برضه بتعمل نفس الكلام بالظبط. طب اسد اسد تعالى، ايه اسد، وشمموا الاكل كده بالراحه بالظبط. يلا اسد، اه اصبر بس لما يخش في ال... تعالى هنا، ده شكله بيحبك قوي اسد. عايز يهاجم، ما انا عارف بس معلش، ما هو ما هي مش بمزاجه، انت فاهم الفكره؟ مش بمزاجه بس في نفس الوقت مش يعني يعني بنعملها بشطاره، ان هو يبقى هو بيعملها ان في مصلحتي ان انا ما اجريش. انا ممكن استخدم الكره لو عايز، اه طبعا عادي خالص، هي في الاخر خالص. خد هات الكره يا كابتن محمد، هو طالما هو بيشتغل بالكره كويس جدا يبقى يشتغل بالكره. هو اصلا يعني يعني في الاكل مش بقوه الالعاب، اه وبقاله كتير شغال طبعا بالظبط. ست بعدين قيمة الكرة عنده عالية أوي. لا أديله هير الأول، هير هير زي التمرينة بتاعتك العادي خالص. هير 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 تمام، هير برك، أديله اشتغل اشتغل، أديله ووك، أديله ووك ووك، امشي لف وارجع، بالراحة 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 بالراحة، ماشي بس لف ورجع تاني بالراحه بالظبط. اوف ماشي، اديها له طبعا. ايوه